موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على بلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدم كود خصم VSL. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج، سلسله سويتها او سويت حلقه منها سحبت عليها، الحين رجعت لها مره ثانيه. السلسله هي اني ادخل اشخاص من المتابعين وروح العب معاهم كومب. لكن المره اللي راحت كنت العب 2v2 ولعبت 2v2 في هذا المقطع، لكن للاسف ما فزنا ولا جيم في 2v2. يعني في بعض اللقطات طلع لكم الحين اقيام خسرنا فيها بـ 2v2، لكن ما يعني قلت لازم نعطيهم فرصة ثانية ونلعب 3v3 ويدخل معنا يا واحد فنان ويضبطنا يا واحد نوب، بس الجيم يكون فيه 3v3 فصعب ان يجيبون اهداف زي كذا ويكون متعة في اللعب، لان 2v2 معتمد علينا اثنين فقط. عموما اي احد يبغى يشتري اغراض روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج. يعني صاحب الموقع يقول لي قل لهم ذكرهم كود VSL، ذكرهم بالموقع اللي يبغى يشتري اغراض وزي كذا. يعني قاعد اقول اني شبت لهم مرة، بس ضبطوني الله يسعدكم عشان يعني نستمر مع روكت ليج اكسشينج. قالوا اللي يستخدمون الكود ويشترون من روكت ليج اكسشينج راح يفيدني مره ماديا بشكل ما تصورونه، انكم تستخدمون كود VSL روكت ليج اكسشينج وتشترون اي شيء. طبعا VSL راح يخصم لكم 3% في الموقع، الكريدت عندهم ارخص من اللعبه، فكذا بتسعدوني مره مره مره. واللي يشتري من روكت ليج اكسشينج يحط كود VSL يرسل على الانستغرام باذن الله بنزله في ستوري. هذا اللي كان عندي، حبيت اقول لكم يعني كم شيء مهم جدا واستمتعوا بالمقطع. بيمزه اوكي كويس كويس والله كويس اللي معني العب حلو. روح ما تشاف تدق قدامي واحد ثاني. لا متعمد ترى فيك تكفى يا قوي. ايترو حشروني مره ما معي ايترو. كويس ديك جامنا للحين سبت سبر. اوكي ممكن نقدر ترى عادي. مزع حلو طب علي. اوكي خوينا خوينا ان شاء الله جيم. ثلاثة كلنا هنا والله خوينا قاعد يلخمني يلف من يسار. مشكلة اللي مو معنا يعني ما نقدر نتفاهم عليه ما شفت. ما نقدر نتفاهم. مشكلة احنا قاعدين نتفاهم نتصدم أكثر من منا. لا جا بعيد. أيوه أوكي لا فيك الأول والثاني الثالث. يا عيني لمسة ثانية كمل انشب. مرة منديل يا عيني الله اسطور خوينا. لاحظ اني اطيرك اكثر من ما اطير كوره. مالح الحمد لله والله بغت تجي. يا ساتر والله يا مضغطين مره. واحد بس يطقه والله ضغطين ضغط اعوذ بالله. والله صدت انتين ورا بعض ما اقدر اسوي شيء خلاص. نقصنا هجمة واحدة بس قوية. نويس يو يا ساتر. لازم نرجع اخر ثواني. لا شوت خش يا ساتر. لا اوكي والله جرب خوينا. لا اكفى لا يا عيني خوي. هذا الخوي الصح يا عيني. اوفر تايم مره صعب لك دراما زي كذا. والله يا عيني. الله 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 ما في حد قريت بس الحمد لله نقصتهم اثنين. اخيرا يا شيخ اخيرا والله خوينا صراحه ما قصر دفاعيا يعني. والله كرانه مره. قفلت سبين ويل فيها $10 وفيها شيء امبورت اللي هو احمر. فيها اير سترايك سموها نزل في الايتم شوب قبل كم يوم $25 اتوقع شيء زي كذا. وفيري رير اير سترايك اللي هي احتفاليه حقت يصير صواريخ تطلق على السيارات اللي موجوده حول المرمى وتفجرهم بعد الهدف. جامده هي مره. بسم الله سبين ويل يا رب يا كريم. اوفا والله طلع لك رير صراحه. اوكي بس ادورها مره ثانيه لان الرير اقل شيء. بسم الله $10.
ألف مبروك $10. يعني الرير صراحة ما شيء يعني ما نقدر يعني نعطي جائزة ب 0.30 0.20 شو أبغى فيه وش يبغى فيه. فمبروك $10 موها ما قصرت والله صراحة. أنا أبغى أفوز بس ترى ما يهمني يعني أطلع لي رير ولا لا، أهم شيء أفوز يعني أكون في المقطع فايز فهمت. ما عليك إن شاء الله فايز. يلا إن شاء الله يا أخي سلوم ما شاء الله خبرة في اللعبة ما شاء الله. بدينا ترفيه أتعلم منك أنا في لا لا صدق ترى خبرة في اللعبة والله. نايس وان حلوة بس عنده شوت حلوة. يا سلام يا رب هدف الله عليك يا سلام. ايه كذا كذا مسجل يا اخي. ايه يلا اوكي ما في احد حارس لا نلقم بس اوكي حاولت الحق لا والله قهر خلي الكرة لي ساتر. خوينا ايش قاعد يسوي؟ اتوقع كان اعطاهم باص نضغط. لا ما في حتى المرمى حرام روح يلا المفروض واحد يكون موجود. يا ساتر روح يا خوي تكفى خوي فلك اي شيء فلك اي شيء خوي. اخيرا هدف يا سلام والله نايس ون والله ما شاء الله هذا اللعب بالله كم مره صد الكوره اعوذ بالله. ياب ياب شوف بس ترى شوطة خوينا شوي ضعيفه يعني صراحه. روح يا خوي تكفى يلا يلا على الفنك اوكي يبي يسوي مهارات واحنا مهزومين اوكي تجي صناعه وهدف يا عيني. طيب خوين ليش ما يخش الحين ليش ما يسوي شيء؟ ما ادري ايش فيه يروح قدام بس ايوه خلاص جول ولا كان جريت باس سلوم تقدر وطيرت واحد طيرت واحد في سلوم ايوه روح والله ما قصرت قاعد تعطي خوينا كوره بس خوينا ان شاء الله يفهم ويصنع لك يا الله ايوه جريت باس والله جريت باس يا ساتر والله اني انتظر في الهواء حلوه الله والله نايس وان ما شاء الله على اللقطه المقطع ما شاء الله والله بطل يا ساتر يا ساتر يا ساتر اخوني يا عيال دفاع كلنا دفاع كلنا ورا لا لا حطها بال 90 والله قهر النتيجه مباراه مولعه 4-0 يا ساتر شوف الوقت وشوف النتيجه وشوف ياب ياب ايوه ايش قاعد تصير الله والله نايس وان نقدر والله نقدر سلوم والله يا واحد ايه يا شيخ كذا يا ساتر والله توقعت يسدها صراحه لا انتبهوا يا جماعه الخير لا والله نايس وان 7 ثواني يلا دوامه الحظ دوامه الحظ يلا تكفى سلوم لا يعطوه اسس خوينا تستهبل الله يا سلام والله كم طيب انا بقول لك وش اللي طلع اللي قبل شوي اوكي ترى طلع الرير لعبت مع واحد طلع الرير طلع لي ها والحين انا وش طلع لي قل بسم الله انت بس ونبدا انا بسم الله بسم الله ان شاء الله 3-2-1 بسم الله بسم الله ان شاء الله مستري ولا شيء حلو والله فيري رير صراحه فيري رير ما تلقين صراحه يستاهل مستري الجيم بس يلا والله فيري رير يلا نعطيك فرصه ثانيه شوف يلا فرصه ثانيه ان شاء الله اكزيتك اكزيتك اللي هو الكفرات وهذا اوكي اكزيتك والله حلو ما ادري يمكن عشانك بلاي ستيشن انا مستغرب ان سوي لي تريدين طيب وانت بي سي حتى انا بسوي لك تريد ما اقدر افا طيب شنو من الحل شوف الاكزيتك سعره حوالي $4 الكفرات هذه او $5 يلا جرب الكود اذا شحن علمني اي شحنت اسلم الله يعطيك العافيه الله يعافيك تستاهل يلا يعطيك العافيه ما قصرت تستاهل طيب والله الله يعافيك